وقت المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بالمعهد العلمي للرباط الذي يغطي مجالا معرفيا واسعا. المتحف يعرض مجموعات غنية وفريدة من عينات الطيور والحيوانات والنباتات تبرز التنوع البيولوجي والإيكولوجي للمغرب. روبورتاج إيمان سلاوي وعدنان الهراس. المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الذي يتواجد بالمعهد العلمي يعزز الغنى الطبيعي والتنوع البيولوجي بالمغرب. مجموعات غنية وفريدة وعينات من الحيوانات والطيور بالإضافة إلى عينات جيولوجية يزخر بها المتحف في هذا المعرض العام والدائم الموجه للعموم تطالعك أصناف عديدة تعتبر شاهدة على الذاكرة الطبيعية لبلادنا. هاد العينات اللي موجوده ديال الطيور في هاد القاعه كتمثل ما يناهز 80% ديال الانواع ديال الطيور اللي موجوده في المغرب، لان هي كلها طيور لما نقولوا مغربيه، يعني كتواجد في المغرب او كتمر من المغرب. قاعه لجميع المرجعيات موجهه للباحثين والطلبه الدارسين والمتخصصين، تضم عينات من الحيوانات المتواجده بالمغرب يتوافد عليها الباحثون المغاربه والاجانب حتى يتمكنوا من معرفه تتبع تطور هذه الاصناف. العينات يتم الاحتفاظ بها وفق معايير دقيقه. عندنا جميع الانواع اللافقاريات والفقاريات هما محتفظين في صناديق خاصه، وكاين حتى الجماجم و لي بو وجلود الثدييات اللي حتى هما محتفظين في صناديق خاصه. للمتحف ثلاث وظائف، من ابرزها حفظ وصيانه المكونات والعناصر الطبيعيه، انشاء المجموعات المرجعيه، ودور تربوي واخلاقي للباحثين والدارسين وكذا مختلف الزوار. العينات اللي عندنا هنا موجوده في المعهد العلمي كتمكننا باش نعرفوا التطور ديال التنوع البيولوجي في المغرب خلال اكثر من قرن من الزمن، وبالتالي فهو ذاكره للتنوع البيولوجي. المتحف يضم الى جانب ذلك عينات من الاصناف الحيوانيه التي انقرضت في المغرب، وهو بذلك يحافظ على التنوع البيولوجي والايكولوجي.